انت البلد الضاوي بدورة، انت الراية المالية بنورة، انت البلد الضاوي. مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق على امتداد البث، أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة من مجلة حزمة الضوء، أهلا وسهلا بكم. إشارات عديدة الأخبار مشاهدينا، ابقوا معنا. تم الاثنين الماضي التوقيع على عقد تنفيذ مشروع كهرباء محلية عديلة 33 كيفي بتشريف المهندس يوسف حمزة وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وزير المالية ولاية شرق دارفور ومعتمد محلية عديلة والمدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بتكلفة 7,974,429 جنيه بطول 20 كيلومتر. ساهمت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة في الاحتفال بيوم اليتيم المقام بمدينة الجنينة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وأعلنت الشركة عن انطلاقة الوثبة الثانية بعدد 1000 ماكينة نورت لبيع الكهرباء بقيمة 6 مليون جنيه، والتي تعمل بتقنية حديثة عبر شبكات الاتصال، وتقوم بالاتصال بالمخدم الرئيس لخدمة بيع الكهرباء بكافة ولايات البلاد، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للشركة وتقديم يد العون للأيتام وترجمتها عمليا على أرض الواقع، وسيتم توزيعها على عدد من الولايات بعد أن أثبتت الوثبة الأولى التي انطلقت في عامي 14 و2015 و2000 بعدد 1000 ماكينة، بعد أن أثبتت بأنها مشروع ناجح يساعد في رفع المستوى المعيشي للأيتام وتحويلهم إلى أيدي منتجة بعد تلقي التدريب اللازم من مهندسي الشركة على استخدامها، حيث بلغ متوسط بيع عدد 1000 ماكينة شهريا 3,367,260 جنيه بعدد 81,500 عملية شهريا. يوصل نور مداه يروي جروف نبراه، ينور للعلم سجاه، وتشفي مريض من علة. النور من نور خداه، ورسم للدنيا حجاه، تتعلى بلدنا فدا. نافذتنا هذه المرة مشاهدينا تطل على دخول التوربين الثالثة بمحطة توليد كهرباء ستيب. عشان النهضة تبقى بجد وتمضي طموحنا نحو الغد، ستيب خير وجانا السد، ستيب خير وجانا السد، ستيب خير وجانا السد، ستيب خير وجانا السد، جانا السد بصدق الوعد. نحن حاليا في مشروع محطة توليد على عبر ستيت. المحطة بتتكون من أربع مكانات، الحمد لله في مكانتين هسه حاليا نزل الشغل، المتبقيات مكانتين 26/11 تبدأ الاختبارات الفعلية في التشغيل الأولي للوحدة الثالثة، والمقرة الأخيرة لو شايفينها هذيك دي التوربينة تجمع التوربينة. بس هي يعني في 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 المرحله الاخيره للتوربينة، المولد بتاع جاهز كاجزاء، يعني قبيل هذا العام يكون احنا قفلنا جزء كبير جدا من المكنه الاخيره، مع بدايه السنه الجديده بنكون خلاص انتهينا من شغل اخر مكنه. في اضاءات مشاهدينا، محطه توليد سنار اول محطه توليد مائي في السودان. طبعا انه هي ام المحطات المائيه في السودان، وطبعا معروف بالنسبه لل كمحطه مائيه هي كانت في افريقيا، كنا اول محطه مائيه في افريقيا حتى،
وطبعا تم تأسيسها سنة 1962 بدأ التشغيل فيها. أما العمل بتاعة السيفل ورك والعمالة الهندسية المختلفة بدأت عام 1959 وتأتي في 62 في أحد الفريق إبراهيم عبود بشركتين، شركة إنجلس إلكتريك وسيمنس الألمانية. الآن المحطة شغالة 56 سنة وبكفاءة مفروض كفاءة تكون زيرو، لكن الحمد لله إنه الكفاءة لحد الآن بيعمل بطاقة 97% اللي بدنا ننتج 14.5 دي طاقتنا القصوى، ودي بيعدي بيقودنا إلى أشياء معينة. إنه من بداية التصميم الناس اللي كانوا صمموا هذه الشركة هذه المحطة كانوا ناس مخلصين جدا، سواء كان الشركات صممت جابت المعدات ولا الناس المشرفين، ولهم الشكر يعني في الإخلاص. بالإضافة لدي أنه كل العاملين اللي مروا في هذه المحطة سواء كان الإدارات ولا المهندسين ولا العمال كانوا بيعملوا بكفاءة عالية جدا. غرف تحكم مشاهدينا هذه المرة من محطة توليد كهرباء سيتات. محطة توليد كهرباء عالي عبر أوسيتيت أنشئت السد على النهرين، وأنشئت المحطة على نهر عالي عبر بعدد 4 توربينات، كل توربينة تنتج 80 ميجاوات بطاقة كلية 320 ميجاوات. مدة الشبكة القومية بالكهرباء في أوقات الذروة، وأوقات الذروة المقصود بها الوقت اللي بيكون فيها الطلب على الكهرباء عالي، بالذات في الفترة بالنهار والفترة المسائية، بالإضافة إلى فترة رمضان الشهر باعتبار من 15/5 إلى 15/6 تسد النقص الحاصل في الكهرباء. أما في فترة الخريف فتأتي الأهمية القصوى للمحطة باعتبار أنه كل التوليد المائي بتأثر في فترة الخريف ترسب الأطماع والعوالق الأخرى، ومتوقع إن شاء الله تنتج حوالي 120,000 في شهر يوليو و 122,000 في شهر أغسطس وأكثر من 150,000 في شهر سبتمبر ميجاوات ساعة إن شاء الله. في متواليات مشاهدينا مشروع الطاقة الشمسية وإفادة المهندس منزول موسى إبراهيم نائب المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. بفضل الله تعالى استطعنا أنه نورد الوحدات للطاقة الشمسية، نبدأ بها المناطق الماء واصلة التيار في ولايات السودان المختلفة، ومركزين حقيقة في ولايات دارفور وكردفان وجزء من أطراف الولايات اللي بتكون بعيدة منها الشبكة في القضاريف وكسلة وسنار والنيل الأزرق والجزيرة ونهر النيل الشمالي والنيل الأبيض. الحمد لله أول دفعة حتصل بإذن الله تعالى في هذا الشهر في نهاية شهر نوفمبر. قبلها في عدد من الترتيبات والتحضيرات استطعنا أن نستكمل كلها بلجان الآن تعمل ليل نهار هذه التحضيرات، ونقول إن شاء الله في بداية العام تشهد يعني كل الذين يحتاجون للطاقة الشمسية كوحدة منزلية إن شاء الله تصلهم. من حقنا نحلم بعالم جديد وفجر جديد وطاقة متجددة معا من أجل طاقة نظيفة وبيئة نقية. وبكذا مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من مجلة حزمة الضوء، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة الجاية في أمان الله. انت البلد الضاوي بدورة، انت الراية المالية بنورة، حزمة الضوء وفرحة طولة، حزمة الضوء وفرحة طولة. We'll be right back.
نبقى نفيرك في المعمورة. خدماتنا تحدي وشعارنا بندي، يلا نقوم بالجد ونقولها. وليكم تكون الخدمة أساسك، نرضي طموحك ونرفع راسك.